يتغلب حتى في المطارات لما يروح، لأنه بتزمر. يصير يزمر. نعم نعم والرجل ان شاء الله نتوفق بالاتصال، لانه يبدو المكان اللي بحكي منه مكان بعيد. نعم تفضل ابو ايمن كمل. فيا سيدي، اليهود بس رجعوا ركزوا جهدهم انه يدخلوا من بوابه مندلبوم، شارع 20 متر 25 متر، عرض 10 15 متر، بيدخلوا الياتهم ربع ساعه بكونوا عندنا، ما بدها يعني إيش. نتيجه المقاومه الشديده اللي ابديتها انا وجماعتي شريتي في المقاومة لهذه الآليات والأسباب الأخرى راح أذكرها الآن، مش بس المقاومة، العدو كان حاشي الدبابات وعلى طرف الشارع الآخر من الجهة الغربية، فلما كان نسمع صوتهم، إحنا ما في مسافة بيننا وبينهم، نسمع صوتهم ونسمع صوت آلياتهم ودباباتهم يبين علينا، نستعمل الأسلحة اللي عندنا لمقاومة الدروع وأطلب مساعدة المورتر، كان عندنا مورتر 24 بوصة يقض صف المقدمة تبع الآليات، وأطلب مساعدة من الحصان اللي هو كان قائد كتيبة المدفعية 9 في جبل الزيتون، فكل هالرماية تتكثف على وين؟ على مقدمة الدروع تبعهم، تتعطل آلية آليتين من عندهم يعطلن اللي وراهم كلهم. هذه واحدة. اثنين، ما قدروا يرمونا قصف تمهيدي طيران ومدفعية ثقيلة لسبب انه الدور متلاصقة مع بعضها، وإذا القنوة اللي بتيجي هون شظاياها بأثرن عليهم، يعني لو رموا علينا إذا قتل من عندنا 10 بنقتل من عندهم 100، لأنه مناطق متلاصقة مع بعضها. والأهم من هذا وهذاك إنه القنصلية البريطانية والأمريكية على البوابة، على بوابة مندلبوم، وفيه الرعاية أمريكان وبريطانيين وأجانب، ما قدروا يستعملوا الأسلحة الثقيلة اللي يدكوا الموقع هذا ويدخلوا منه. فكل هاي الأسباب ساعدتنا مع الاحتياطات تبعنا احنا اللي اتخذناها الحمد لله، رمينا عليهم ورجعناهم للخلف، رجعوا للخلف أعادوا تنظيمهم واتجهوا للشمال وهاجموا منطقة الشيخ جراح أو تل الذخيرة اللي بيسموها تل الذخيرة. طب خلينا بدي بس أذكرك بشخص اسمه عبد الله الدبوبي، كأنه عريف. نعم، كأنه أول طائرة استطلاعية أسقطها هو. هذا يا سيدي يوم الأحد 4/6 قبل حرب حزيران في يوم واحد. نعم. أنا حاطه هذا عبد الله الدبوبي كان رئيس قسم 500. إحنا جابونا أسلحة قبل الحرب في فترة منيحة، بدلوا عنا الفيجرزات، فيجرز سلاح بريطاني. أعطونا محله رشاش 500 أمريكي أقوى من الفيجرز، وسلاح منطقة كاملة وسلاح مهم لا يزال مستعمل في الجيش عندنا وفي أغلب جيوش العالم. نعم. حتى في أمريكا بيستعملوه. وبدلوا إن 3 إنش مورتر أعطونا 4.2 بوصة برضو سلاح أمريكي. فهذا الشخص كان عنده قسم 500 حطيته على ظهر فندق في جنب قيادتي في المصرارة مشان يكشف الأرض اللي مندلبوم وما حولها وفندق الملك داود وغيره ويستعمل سلاحه ضدهم. فاللي صار انه اجت طائرة من المنطقة الغربية، لما صارت فوقيهم استعملوا الشباب الخمسمية اصابوا الطائرة، دخنت، دوروا في الطائرة هيك ورجعوا ونزلت في الاراضي، سقطت الطائرة. سقطت الاراضي الاسرائيلية في الاراضي القدس الجديدة اراضينا المحتلة، وقالوا لنا الشباب كلهم انه شافوها سقطت. برضو انا يعني جاك كتاب شكر، جاك كتاب شكر. اتصل معنا قائد اللواء كان عطى علي الله يسهل عليه، وقائد الكتيبة منصور كريشان، وأعطى سلم علينا وشكر منا باسم سيادة الشريف ناصر ابن جميل الله يرحمه، كان نائب القائد العام للقوات المسلحة، قال سيادة الشريف بشكر منكم، والرادارات الأردنية شافوا الطائرة لما سقطت في المنطقة المحتلة. تذكرت عطا علي ولا علي عطا؟ عطا علي كان قائد لواء الملك طلال. ومنصور كريشان. منصور قائد. مين اللي اتصل فيه قال لك أخويا نبيه النار ولا العار؟ مين هو؟ منصور الله يرحمه. على إيش؟ شو كان الموقف؟ اتصل معي بعد ما بدأت المعركة، وكانت يعني معركة بداية إحنا مسيطرين الحمد لله. فاتصل معي في الليل بداية المعركة. قال لي أخوي نبيه، والله بالحرف الواحد، نبيه أخوي النار ولا العار. من غرفة لغرفة، من حيط لحيط، من مسكن لمسكن، من غرفة لغرفة، المهم قلت له يا أبو مازن
ان شاء الله ما بيجيك عنا الا الاشي الطيب. واحنا قاعدين بنسولف عن الحروب السابقه اللي كانت، مين اللي كان عمل الكيت ومين عمل الكيت، واحنا نادرين انفسنا ان شاء الله ما بيجيك عنا الا كل شيء طيب، والحمد لله عملنا اللي يطلع فيه. نعم. في نفس يوم الاحد هذا اللي سقطنا الطائره اذكر اجانا سمو الامير محمد بن طلال معه ضيوف سعوديين، وتجول عندنا في مندلبوم واعطى توجيهاته ورجع لعمان يوم الاحد قبل المعركه في يوم. نعم. اللي بيقرا مذكراتك بشوف في المقدم محمود الحصان، محمود ولا محمد الحصان؟ محمد الحصان. شو كان دوره في المعركه هذيك؟ محمد الحصان كان قائد كتيبه المدفعيه التاسعه 25 رطل، وكان معسكر في جبل الزيتون شرقي القدس. وهذه مدفعيه مشانده للواء طلال، يعني لما تصير الحروب بيخصصوا وحدات من المدفعيه او من الهندسه او من الدروع مسانده للوحدات المشاه العاديه. فاحنا كانت الكتيبه هاي من المساندات لنا في معركه حزيران، وكان موجوده في جبل الزيتون، وهاي ابدعت. وفي قصه حتى ما تروح عن بالي. اولا الكتيبه هاي رموا حوالي 7000 قذيفه في معركه 67. 7000 قذيفه، وهذا رقم عالمي. رقم قياس. لا في المانيا، بريطانيا، في امريكا ما سجل في ذاك الوقت. اثنين كان عندهم ضابط مراقبه مدفعي ملحق معنا، مش عندي انا، كان في شريط ثاني من الكتيبه عند الكتيبه. نعم. هذا واجبه انه لما يرموا المدفعيه يصحح مواقع القذيفه، يمين يسار قدام كذا. نعم. فهذا صار عليه عنده مشكله في الرمايه، وكان في خطر انه اليهود يحتلوه، ودخلوا عليه الموقع تبعه اسمه كمال جرادات. كمال جرادات. وطلب هذا الاخ الله يرحمه قصف، بسموه قصف تخليص ارواح، تخليص ارواح، انه اقصف المكان اللي انا فيه علي وعلى اعدائي ولا يقع في الاسر، ولا يقع في الاسر ولا اليهود يحتلوه. وقصف، وتم قصف المحل اللي هو فيه، وراه شهيد الله يرحمه هو واللي معه من ذاك الوقت. يعني بس بدي اشير لاخواني المشاهدين، لما بنتحدث عن الناس الان هم في ذمه الله، بدنا نقول من احق اولادهم ابنائهم يعني يفرحوا فيهم، يفتخروا فيهم، يعتزوا فيهم، ما مجرد انه استشهد وراح، لا، احنا بدنا نظل ذكرهم العطره موجود، نقولها لابنائنا حتى تكون هذه السيره موجوده. في عتب كثير على وزاره التربيه والتعليم، نتمنى انه بمناهجنا انه كل هذول الشهداء ينذكر اساميهم، مش مجرد الفنا كتاب ويرتم في الاسواق. من حقهم على وزاره التربيه والتعليم انه ندرس في التربيه الوطنيه منهاج خاص عن بطولات جيشنا، عن شهدائنا، عن بطولات كل واحد من استشهدوا في فلسطين. يا حبيبي الله يرضى عليك، احنا المعركه بدأت من 48 وقبل 48. نعم. 36. نعم. معركة أخذ بس فلسطين. أخذ تسمح لي سميح الأجاري ما أرجع لحضرتك. أستاذ سميح الأجاري مساء الخير. الله يمسيك بالخير. الله يسعد هالمساء أستاذ سميح. كيفك يا سيدي؟ الله يرضى عليك، تفضل. تحياتي لك وللضيف الطيب. الله يكرمك. الله يبارك فيك. أنا سميح الأجاري أحكي من نعور، والدي شهيد بال 67 مرتب كتيبة الحسين الثانية. نعم. بس ما بعرف اذا العم المحترم يعرفه، اسمه محمد سليمان، وكان من الاعداد الموجودين على رشاش 500، وانا ما شفته، اعرف انه السمعه انه استشهد على هذاك الموقع، وحسب ما يقولوا زملائه. بس اذا العم يعرف شيء اكون شاكر له جدا انه يتحدث باسم الوالد اذا تكرم علي. والله يا حبيبي، لأنه هذه الكتيبة، كتيبة الحسين الثاني والسرية بالذات الثانية اللي كان فيها أبويا، قدمت 92 شهيد تقريبا من أصل 110. نعم نعم. فأنا شاكر لكم لبرنامجكم، ويا ريت يذكر الشهداء إذا قدر إن شاء الله، وين موقعهم بالاستشهاد وين اندفنوا. تابعنا تابعنا أستاذ سيما إن شاء الله، غير إن شاء الله إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يرحمه يا حبيبي، استشهد في منطقة السرية الثانية في الشيخ جراح، أنا كنت في السرية الثالثة في جنب الشيخ الجراح الجاي. فما تمكنت، يعني متأسف اني ما انا قادر اعرف اسمه لانه كان في سرية ثانية. اما هو الحقيقة من مفخرة، وكل الشبابنا اللي استشهدوا، والسرية الثانية هاي بدعت وراح منها شهداء كثير. انا كان معي من عندكم العجارمي واحد اسمه محمد معيش السواعير، احترمه واجله، وكان موقعه موقفه بطولي
ويشكر عليه. هذا اللي يا سيدي قصف مواقع الكشافات. كشافات في المورتر. إن شاء الله بنرجع له. يا ريت كمان دكتور عادل الطراوني نرجع نسمع صوته مرة ثانية يعيدنا بعض ذكريات الحرب اللي عاشها. تفضل أبو أيمن. إحنا تو هناك. تو هناك شوي بالحديث. الصلاة بتخربطنا شوي. طيب خليني أرجع لموضوع أخوانا محمد معيش العجرمي اللي أنت تفضلت وحكيت عنه. إسرائيل استخدمت بالمعركة أسلحة محرمة وسلطت عليكم كشافات حتى أنه ما استطعتوا تشوفوا اللي قدامكم. فأنا استخدمت يعني غير النابالم أسلحة معينة أعصاب. نعم. استخدموا في أثناء المعركة ليلة الاثنين على الثلاثة. أنا كنت أتجول بين جنودي. نعم. ومن هون لهون وفي المواقع الدفاعية وكانت حرب كأنه نهار يعني إضاءة ورماية وطيران ومدفعية. يعني مستعدين للحرب هم. مستعدين للحرب استعدوا بعد ما جمال عبد الناصر الله يرحمه سكر مضائق تيران والحقها في طرد المراقبين الهدنة من عنده. عرفوا إسرائيل إنه ما في مناص من الحرب وصار اللي صار. نعم. فاستعملوا اليهود. صرت أنا أشم رائحة زي رائحة الليمون. أمر على العسكر تبعي أشوفهم قسم منهم نعسان. أسألهم وقول والله يا سيدي نعسان. إيه مرات الملحوظة على الكتيبة. قلت لهم هيك 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 أنا لقياتي كذا. فإجانا المعلومات بعدين إنه هاي مادة برائحة الليمون بتخرب أعصاب الجسم وبتسبب النعاس والكسل. استخدموا هذا سلاح عنه وأنا من الناس اللي يعني كانوا شعرت يؤسروا الجنود كلهم. أيوة. الثاني الشغلة في على الحد عند مندلبوم عند الدار الحمراء تقريبا في منطقة اسمها منطقة هيئة المراقبين الدوليين United Nation. نعم. UN. هاي فيها مراقبين. احنا كنا نشوف أولا قبل الحرب نشوف كشافات في السماء تطلع. نعم. بشكل عمودي يعني بدي أقول لك ارتفاعها كيلو اثنين كيلو كشافات ضخمة كبيرة يمكن قد نص الطاولة. نعم. ففي الليل ليلة الثلاثة وجهوا الكشافات أفقي على عيوننا. احنا بتعرف خط حرب منتشرين يمين ويسار. فوجهوا الكشافات على عيوننا بطلنا نقدر نشوف يعني ما بقدر أشوف نص متر قدامي. نعم. فمررت الملحوظة هاي لمين لقائد كتيبتي منصور كريشان. قلت له يا أبو مازن اليهود استعملوا الكشافات اللي مع خبرهن وجهون على عيوننا من هيئة المراقبين وإحنا الآن بفوتوا علينا بمشكونا مثل الأرانب شو أسوي بدي حل. قال لي بعطيك خبر. انتظرت عشر دقائق ربع ساعة لأني في الموقع أنا وشايف الوضع ما قدرت أصبر. اتصلت معه. نعم. قلت له يا أبو مازن ما رديت اللي خبر. نعم. قال لي دبر حالك. قلت له بدبر حالي. طيب. اتصلت مع النائب محمد عيش. نعم. قائد قسم المورتر اللي كان عندي. السواعير من أشهد بالله أنه رجل محترم وشجاع. قلت له محمد هو بسمعني هلا إذا كانوا حالي. إن شاء الله يا رب. أبو عمر. قلت له يا أبو عمر محل المراقبين مسجل عندك هدف تخليص أرواح ولا هدف دفاعي؟ جماعة المورتر زي المدفعية. نعم. بيسجلوا الأهداف الدفاعية يعني من هون بيسجلوا الهدف مشان لما يجوا يقصفوه بس يردوا على الأرقام وبقصفوا المحل. نعم. قال لي مسجل عندي. قلت الآن اقصف لي. عافية. والله هذا اللي صار يا أخ محمود وهو يشهد واللي عنده. قلت الآن اقصف لي. بدت الرماية فورا ما في ثواني والكشافات يعني فشيت شغلكم ولليوم شفنا فشيت شغلكم. طيب خلني أخذ العم عبد العزيز العدوان الله يسعد هالمساء. ألو. الله يسعد هالمساء أبو عمر. هلا سيدي هلا. شرف. الله يمسك بأنوار النبي. الله يسعد هالمساء. يا سيدي أنا عبد العزيز في العدوان. والنعم. نعم. الصابين العسكريين 67 في منطقة جنين. نعم. أبو عمر تسلم. وحي ضيفك الكريم. الله يسعدك. تسمعنا من التليفون بس يا أبو عمر. ماشي ماشي. يعني نوطي التلفزيون بس. أيوة أخ محمود. شرف تفضل. سلمك الله ربي يسلمك هلا حبيبي. أنا عبد العزيز في العدوان مصاب عسكري سنة 67.
نعم في منطقة جرين.